السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم كرواسون اللي كتجي رائعه بطريقه مبسطه، تجي رائعه بزاف بزاف، وكتجي زوينه وكتجي مقرمشه ومهويه من الداخل كما كتشاهدوا. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا كاع المراحل ديالها، ولاول مره كيزور القناه مرحبا بي والف مرحبا. ما تنساوش الاشتراك، تفعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، عندي كاس ديال الحليب مع مرش، قياس كاس تاع العنبه هانتوما، عندي معلقه تاع الملحه، عندي ساشي ديال الفاني، عندي جوج معالق، معلقه ونص كبيره تاع الاكل تاع السكر سنيده حبيبات، عندي معلقه ديال الخميره وساشي ديال الفاني، وعندي جوج معالق ديال الزبده. اول حاجه كنديرو غنديرو السكر سنيده، غنزيدو عليه الفاني، غنزيدو الخميره حبيبات، عندكم المعجونه ديروا المعجونه، غنزيد عليها الملحه، وعندي كاس تاع الحليب يكون دافي، وعباش غنزيدو كاس تاع الماء. كبيت كاس تاع الحليب 150 مليلتر، 150 كبيت كاس تاع الحليب، ونزيد عليه كاس ديال الماء، وغنخلط، خلط ليا شويه بدا، الى خصني غادي نزيد بحسب الدقيق اللي غيخصني، ما يخصنيش بزاف. ندير اليديا علاش غنقصحوها، حيت مازال غندخلو فيها الزبده، انا ما غاديش نزيد يمكن هذاك جوج كاس تاع الماء وكاس تاع الحليب، حيت غادي تجرى لينا ملي غنديرو الزبده. غنزيد واحد شويه، نزيد واحد ربع كاس، نعطيكم العبار. ما يمكنش مد الكوهاش، ضروري نديرها بحال هكا الطريقه هذه. دلكتها واحد شويه كما كتشاهدوا، غادي نزيد عليها الزبده، جوج معالق تاع الزبده ندخلهم فيها، والزبده تكون على درجه حراره المطبخ، تكون خارجه من قبل من الثلاجه، شويه غتمحنا ولكن ماشي مشكله. نديرو لها الطريقه هذه، انا بعد ما دلكتها غادي نحطها واحد الساعه في الثلاجه ورجع نخدم بها. انا بعد ما خليتها ساعه في الثلاجه، هذه من الضروريات ساعه في الثلاجه، غادي نحيد لها الساشي، ندير واحد شويه دقيق رشه خفيفه، نرش عليها شوية، الزبدة
الزبده قبل ما نحلها. الزبده عندكم 250 غرام الزبده تاع التوريق، درتها دلكتها بحال هكا ودرتها في الثلاجه. الحراره ديال هاد الزبده تكون الحراره ديال العجينه. نديرها الطول دابا، نديرها بحال هكا احسن، نديرها الطول. كيما درتو ليها بحال هكا كتولي رطبة، كديري بيديك كتجي نقاد نقادوها بيدينا. نديرو الزبدة ديالنا، زبدة خاصة بالتوريق، أي زبدة كترتاحو فيها يمكن ليكم ديروها. هانتوما كيما شفتو معايا، غادي نقطع بالموس، غادي نهزها شوية بحال هكا. الجهه جات خاصني ضروري تجيني مقاده، تجيني مقاده على هاد الجهه هكا، شي مشكله. نقطع بحال هكا كما كتشدو معايا، نحاول نجمعها. ماشي واخا كتي العجينه مطلوقه مع كانت في الثلاجه، نحاول اني نقادها، نعاود نجمعها بحال هكا كتجمع حتى هادي، نعاود نجمعها منديرش وحده على وحده، نديرها بحال هكا. ضروري غادي نصوبها بطريقة سهلة، كتجمعوها بحال هكا العجينة. نغطيو الزبدة ديالنا بحال هاد الطريقة، نخليو حتى شي حاجة تبان. شفتو معايا دابا غادي نقلبها ونروليها. انا غندي هذا في الطول حيت عندي سطح العمل ضروري ديروا له هاد العمل بحال هكا. ندور عندي تاهم نخبطها شويه باش الزبده تسوالم على العجينه، حيت هاد هانتوما ندورها باش نخدم بها مزيان. نمشي بحال هكا عرفتي كندور، ندير واحد شويه من هنايا بعد ما سرحتها، غادي نطوي واحد شويه بحال هكا كيما كتشاهدوا معايا. وهاد شويه ندير بحال هكا، غادي تكون قلب
وهذه اللي تكون كثيره. وغندير لها بحال هكا. كيما شاهدتوا معايا غادي ندورها بحال الكتاب. الكتاب ملي كنشدوه وغادي نمشي معاه عاوتاني. عندنا العجينه ديالنا درنا ليها دوبل تور، دابا غنديرو تول سامبل. هانتوما نديرو شويه دقيق ونبقاو نديرو بحال هكا بالزبده ديالنا تقاد. نديرو العرض حتى هو، العرض حتى هو مكتروش دقيق، نحاول نقادوها منديروهاش عشوائية، قادوها باش تجينا مقادة. العرض اللي بغيناه هو اللي غنديروه ان شاء الله. شاهدوا معايا كيبان لكم واضح في الصوره. انا عندي سطح العمل صغير نشوف الزبده كتبان. حاول نقدوها كامله بحال هكا. هانتوما بعد ما سرحتها غندير ليها تور سامبل، نديرو بحال هكا نتنيو على جوج كيما شاهدتو معايا. غندير هادي هنا، نديرها هنا، ندير النص وهذه هنا نص العجينه ونخليها ترتاح. هاو نقادوها، انا نزل ليا نخدم ونقاد هاد الكرواسه. درتها معاكم بحال العجينه تاع المسمن، وهذه بغيت ندير لكم هاد الطريقه راح سهله بزاف. نديروها في بلاستيكه ندخلوها للثلاجه مده 15 دقيقه ونجبدوها ونخدموا بها. صافي هذه جاهزه. صافي هذه واجده، نديروها 15 دقيقه في الثلاجه ونرجع ان شاء الله نشكل الكرواسه ديالنا. انا بعد ما خرجتها من الثلاجه غنخدم بها. يا شويه دقيق
ندير الدوها دابا باش غادي نقطعوها ان شاء الله. نشكلوها كيما بغينا. نحاولوا نقادوها باش ما نضيعوا حتى شي حاجه. ضروري غنحيدوا الجناب، ولكن حنا دابا نمشيو شويه علينا. كيما كتشاهدوا من راسها ما والو، كيما راسها حتى شي حاجه. حيد هذه الشكلاط ها نتوما السمك ديالها كيبقى سنتيم. دابا نقطعوها نجدوها. غادي نحيد، نحاول انا نقاده من هنايا. نحيد من هنايا ضروري نحيدو الحاشية. هانتوما شوفو التوريق، هادو منضيعوهمش. دابا غادي نعبر بالسنتيم ونقطع، نعبر شحال بغيت ونقطع. شوفو نقطعو العبر اللي بغيتو، نمشيوها بشوية. قطعت البيتزا، بغيتو ديروهم غلاط ديروهم غلاط. درت هاد الجهة وهاد الجهة، غنخليها غنديرو مثلثات. هادي غتجي مثلثات ان شاء الله. دابا هادي قطعوها من الوسط، وغنديرو الشكلاط. تشوف هانتوما عندكم داك الشكلاط الطويل ديروه، انا ما عنديش. انا قطعت هادو مثلثات كما شاهدتوا معايا، قطعتهم مثلثات على حسب اللي بغيتو. واش ديرو كلشي مربع ديرو كلشي مربع. عبروهم، انا ما عبرتش عين ميزاني، بغيتو يخرجوا لكم مقادين عبروهم. كنديرو الشكلاط، نحلو واحد شويه من هنايا، راه تجي كبيره. هانتوما كيما كتشاهدو، واش ديرو ليهم فرماج؟ ديرو ليهم فرماج. نمشيو بحال هكا، جبدوها شويه ماشي بزاف. وهذاك اللي جيت اللي شاطلينه درناه بحال هذا الشكل هذا. دابا نحطوهم في اللاطه،
نخليهم حتى يخمروا، وعاد باش ندهنهم بالبيض. ما نديرش دابا بالبيض حتى يخمروا. انا درتهم في اللاطه كيف كتشاهدوا معايا، بعدتهم ونخليهم حتى يخمروا، وعاد باش نرجع معاكم باش ندهنهم بالبيض. بعد ما خمرت لي الكرواسه ديالي، خديت البيض وشويه قبصه الملح وشاصي ديال قهوه سريعه الذوبان، نخلطها بحال هكا مزيان. نقدر نزيد فيها حتى الخل تحيد الصوره تاع البيض. غادي ندير واحد شويه الخل شويه صافي، وغادي نخلط مزيان كما كتشاهدوا. نخلطوا الخل هذا البيض وقهوه سريع الذوبان الخل، وغندهن به الكرواسه ديالي. غنجيب واحد الشيته خاصه ما كتزعزعش كرواسه، ما تبركوش عليها غتهود. نمشي نجيبو ونجي ونحيد هاد الشيته وندير هاد الشيته. هاد الشيته ما كتخلي الكرواسه ما كتهودهاش، خفيفه. نمشيو معاها بشويه بحال هكا كامله. بعد ما دهنتها من البيض كما كتشاهدوا هانتوما راه خمرات، دابا غنديها للفران ونرجع معاكم من الطيب ان شاء الله. هانتوما انا درتها في الفران وخليتها كطيب على خاطرها. الكرواسه ديالنا خرجت بعد ما خرجناها من الفران كما كتشاهدوا. انا مبعده كاميرا جات هائله. ها هي خليها حتى تبرد ونستفى ان شاء الله نوريكم من الداخل كيفاش كتجي. كتجي هائله بزاف بزاف. انا درتها كبيره، كتبان لكم صغيره في الكاميرا، درتها كبيره بزاف تتبرد، وان شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. ها انتم البنات نقطع معاكم وحده، هانتوما كيفاش كتجي. هانتوما كتجي رائعه بزاف. هانتوما نقرب لكم بناتي، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. كتجي خاويه من الوسط ومجعبه كما كتشاهدوا، وكتجي زوينه بزاف. تقدروا تعمروها بالكريم ودهنوها من الفوق بالناباج وديروا عليها سكر كلاصي. انا باقي ما فينيتهاش كما كتشاهدوا.